وللحديث عن التطورات العسكرية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي السوري بسام جعارة. سيد بسام، مرحبا بكم. يعني كما تلاحظ، الجيش التركي يكثف قصفه على عفرين اليوم الثاني على التوالي، مع طبعا إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود، لكن سيد بسام، ما حدود هذه العملية العسكرية؟ يعني بعد التيول إذا حققت العملية العسكرية أهدافها فإنها ستوفر إعادة أكثر من 250 ألف لاجئ سوري فروا بعد سيطرة عصابة البيكي على هذه المناطق. أنا أتحدث عن أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية من منبج لعفرين إلى تل رفعت. هناك أكثر من سيناريو أمر توقف عمليات أو على نتائج بحثات الروسية التركية. نحن نعرف تماما أنه منذ يوم مدير مخابرات ما زال موجودين في موسكو. الموقف الأمريكي ليس كثيرا بالنسبة لتركيا، أعلن مباشرة أن عفرين لن تشكل مشكلة مع تركيا، ولكن الحقيقية مع الروس لافروف نفى أمس سحب وحدات القوات العسكرية الشرطة العسكرية الروسية من عفرين، ونحن نعرف أن هناك قواعد عسكرية روسية في عفرين، وبالتالي تركيا لا تريد أن يقع نظام عسكري على روسيا بشكل مباشر في هذه المنطقة. ولذلك أقول ربما لا تؤدي العملية إلى دخول قوات التركية لعفرين، بل ستؤدي إلى محاصرة عفرين وإلى ضرب 140 هدف عسكري في عفرين، مع تحرير كما قلت عشرات البلدات والمدن والقرى العربية التي سيطرت عليها عصابة البيكيكي. أعتقد أن الساعات القادمة سوف تحدد بشكل واضح وصريح إلى كيف ستتم العملية وكيف ستنتهي على طول المباحثات التركية الروسية. لا، لكن سيد بسام، يعني العملية طبعا صاحبها جدل سياسي، خاصة تصاعد معه الخلاف التركي الأمريكي. من وجهة نظركم سيد بسام، إلى أين تذهب هذه العملية بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة؟ يعني أقول أمريكا طعنت تركيا عشرات المرات. تركيا أمريكا قالت صراحة أن القوات التركية يمكن أن تدخل إلى منبج وأن يتم طرد الوحدات الكردية إلى شرق نهر الفرات، ولم تسمح بذلك. هناك خلال لقاء أردوغان ترامب أيضا جرى حديث عن وقف تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، ولم تتوقف أمريكا. هناك إشارات أمريكية متراقبة. مرة أخرى أقول أعتقد أن الموقف الأمريكي ليس مهما في هذه المناطق التي ستستهدفها العملية، ولكن المهم هو الموقف الروسي، لأنه يمكن أن يقع صدام في أي لحظة بين القوات الروسية والقوات التركية، ولا أعتقد أن الطرفين يريدان ذلك الآن. المحلل السياسي السوري بسام جعارة، شكرا جزيلا لكم.